السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي الطلبة في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم هو علم البديع، درس سهل إن شاء الله. أهدافنا: سوف نميز أنواع البديع ونستخلص سر جمال أنواع البديع. الجناس أول نوع من البديع في درس اليوم. الجناس تعطي دلالة على التجانس والتماثل والتشابه. في الجملة: السعد يأتي به سعد. سعد وسعد. سعد الأولى، الكلمة الأولى هنا تعني الخير، شيء طيب. يأتي به سعد. سعد الثانية، الكلمة الثانية نقصد بها اسم علم، اسم لشخص ما. الكلمة الأولى تشابه في حروفها الكلمة الثانية، ولكن هل تشابهها في المعنى؟ هل جاءت بنفس المعنى؟ لا، هنا جاءت بمعنى الخير، هنا جاءت على أساس أنها اسم لشخص علم. إذن الكلمتان تشابهتا في الحروف ولكن اختلفتا في المعنى. لنرى الحروف، لابد أن تتوفر لنا شروط أربعة: العدد، عدد الحروف ثلاثة حروف في كل كلمة، الترتيب، ترتيب الحروف، السين ثم نفس الترتيب، النوع، اسم الحرف نفسه، الشكل بمعنى التشكيل، الحركات التشكيل، الهيئة التي جاءت عليها الكلمة. هل الكلمتان هنا متشابهتان في العدد والترتيب والنوع والشكل؟ نعم، إذن فهو جناس. تام. في الجناس التام تأتي الكلمتان متشابهتان في الحروف من حيث العدد والترتيب والنوع والشكل، ولكن لابد أن تختلفان في المعنى. تتشابهان في الحروف وتختلفان في المعنى. فإذا جاءت الكلمتان متشابهتان في الحروف ومتشابهتان في المعنى، تؤديان نفس المعنى، لا نسميه جناس تام، لا نسميه جناس. في الجملة الثانية: الخيل والليل والبيداء تعرفني. كلمة خيل وكلمة ليل، حتى لو أضفنا التعريف. نرى أن الكلمتين متماثلتين نسبيا في الحروف، خيل ليل. هل اختل شرط من هذه الشروط؟ نعم، النوع. هنا جاء حرف الخاء وهنا حرف اللام. إذا اختل شرط من هذه الشروط نسميه جناس ناقص.
إذن الجناس أن تأتي الكلمتان متشابهتين في الحروف ولكن تختلفان في المعنى. فإذا كانت الحروف نفس الحروف، الكلمتان نفس الحروف متوافقة أو مطابقة للشروط الأربعة هو جناس تام. إذا اختل شرط من هذه الشروط أصبح جناس ناقص. نأتي لهذا التدريب. أسخر قلمي لرفعة علمي. نستفيد من المعلومات السابقة. تكلمنا في الجناس. الجناس تشابه الحروف مع اختلاف المعنى في الجملة الواحدة، في السطر الشعري الواحد. قلمي علمي. نرى الحروف متشابهة مع اختلاف الحرف الأول. إذا نوع الجناس هنا جناس تام أم ناقص؟ ناقص. لماذا هو ناقص؟ لأن اختل شرط وهو نوع الحرف. في الجملة الثانية، لو هويت النجاح ما هويت؟ لو هويت النجاح ما هويت؟ أين هو الجناس؟ هويت هويت. لنرى، لو هويت، هويت هنا بمعنى أحببت. هويت الثانية بمعنى سقطت أو خسرت. نرى الشروط الأربعة، العدد، النوع، نفس الحروف، استخدمت نفس الحروف ونفس ترتيب الحروف. إذن جاءت الكلمتان متطابقتين هنا، هويت نسميه جناس تام، والدليل على أنه جناس تام هويت الأولى يختلف معناها عن هويت الثانية. مثال آخر، أرضهم ما دمت في أرضهم. أين هو الجناس؟ واضح جداً. نريد أن نتأكد. أرضهم أرضهم، ما خبر الشروط؟ هل تطابقتا مع الشروط؟ نعم. لنرى، أرضهم أنت، أرضهم بمعنى الرضا هنا. أرضهم ما دمت في أرضهم، أرضهم بمعنى هنا المكان، الأرض. هل هو نفس المعنى؟ لا، اختلف المعنى. فإذا اختلف المعنى وكانت الحروف متطابقة مع الشروط، إذن هو جناس تام. سر جمال الجناس. يأتينا في الامتحان أو في الأسئلة الصفية، حدد المحسن البديعي، المحسن اللفظي، وبين سر جماله.
فإذا كان المحسن البديعي جناس فسر جمال الجناس يضيف جرسا موسيقيا ويثير انتباه الذهن. النوع الثاني السجع. الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. ثلاث جمل. نرى أن الكلمة الأخيرة من كل جملة التي تسبق الفاصلة قد توافقت في الإيقاع الموسيقي. وفى، كفى، عفى. أين وقعت هذه الكلمات؟ عند فواصل الجمل، في آخر الجمل عند الفاصلة. إذا وقع الإيقاع الموسيقي بهذا الشكل نسميه سجع. ونبين إذا كانت عندي جملة أو جملتان وكان كلمة وفى هنا وكلمة كفى هنا، لا يعتبر سجع، فقد اشترطنا أن السجع يقع في الكلمات الإيقاع الموسيقي في الكلمات عند فواصل الجمل في آخر الجمل. والسجع يأتي في جملتين متتابعتين، لا يأتي مثلا لا نقول في جملة واحدة وفى كفى سجع، لأن الكلمتين وقعتا في جملة واحدة، ونحن اشترطنا أن السجع يقع في الكلمات تقع عند فواصل الجمل في آخر الجمل والجمل المتتابعة. أرجو أن يكون واضحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. لنرى السجع في هذا التعبير، في هذا النص. أين هو السجع؟ أرى فواصل الجمل: السلام، الطعام، نيام بسلام. لو لاحظنا أنها وقعت في آخر الجملة والجمل هنا متتابعة وليست متقطعة أو متباعدة. فإذا ثبت هذا الشرط نسميه سجع، وهو أحد المحسنات البديعية. سر جمال السجع: يضيف جرسا موسيقيا يثير النفس ويطرب الآذان. النوع الثالث من المحسنات البديعية الطباق. والطباق تركيب أو تعبير شائع نستخدمه في حياتنا اليومية كل يوم، كلنا نستخدم. والطباق هنا نوعان: طباق إيجاب وطباق سلب. في طباق الإيجاب: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الطباق بين لها عليها، لك وعليك. الطباق وقع في حروف الجر.
يخرجهم من الظلمات إلى النور، عكس الظلمة نور. الطباق واضح بين اسم واسم، قد يكون بين حرف وحرف، بين اسم واسم، بين فعل وفعل، الطباق بين لفظ ولفظ. في المثال الثالث، القرش الأبيض لليوم الأسود، عكس الأبيض أسود. أعتقد أنه واضح. أأتي بالمعنى المعاكس مباشرة، سواء كان حرف أو اسم أو فعل، فإذا كان على هذه الشاكلة فهو طباق إيجاب. إذن ماذا نعني بطباق السلب؟ هو سهل أيضا. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما في نفسك، تعلم لا أعلم، هنا حرف نفي، لا تعلم لا أعلم، يذهب لا يذهب، يأكل لا يأكل. في هذه الحالة أسميه طباق سلب. يعيش الحر بكرامة ولا يعيش على غيره. يعيش لا يعيش. نرى في الطباق السلب أن الألفاظ تتشابه في الحروف وتتشابه أيضا في المعنى، ولكن الاختلاف أن أحدها يأتي مثبتا والآخر منفيا. هذا هو الفرق فقط في طباق السلب. فأعتقد أننا تعرفنا أو نستطيع أن نميز بين طباق الإيجاب وطباق السلب. طباق الإيجاب أن أأتي بعكس ضد الكلمة مباشرة، أسود أبيض، بعيد قريب، مرتفع منخفض. بينما في طباق السلب تأتي الكلمة نفسها في الحروف، واحدة مثبتة والأخرى منفية فقط. المقابلة، في هذه الآيات الكريمة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، صورة كاملة للمؤمن المطيع لأوامر الله سبحانه وتعالى وجزاءه وعاقبته بعد ذلك. الصورة الأخرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه صورة الكافر أو المشرك المعاند لأوامر الله سبحانه وتعالى، صاغها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق في هذه الصورة، فهو يقابل صورة المسلم المطيع المطيع لأوامر الله سبحانه وتعالى بعكس صورة المعاند أو المشرك الذي يرفض الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى. هنا لا نستطيع أن نقول طباق، فالطباق لفظ للفظ، في المقابلة تركيب لتركيب أو صورة لصورة. إذا جاءت بهذا الشكل نقول بأنها مقابلة، نقابل صورة لصورة، نقابل تركيب لتركيب. في الطباق نأتي بلفظ ضد لفظ، حرف ضد حرف، اسم ضد اسم، فعل ضد فعل. في المقابلة نأتي أو نقابل صورة كاملة، تركيب كامل بتركيب آخر.
سر جمال الطباق والمقابلة توكيد المعنى وتوضيحه. نأخذ تدريبا. كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. هل نرى هنا أي محسن بديعي؟ كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. كم محسنا بديعيا أخذنا؟ الجناس، السج، الطباق، المقابلة. هل نجد أحدهم في هذه الجملة؟ نعم، كدر الجماعة وصافو الفرقة. وكأننا نصف هذا الحال مقابل هذا الحال، فهو مقابلة. لنختبر أنفسنا، ما سر جمال المقابلة أو الطباق؟ توكيد المعنى وتوضيحه. ذهب ليشتري الذهب. ذهب ليشتري الذهب. المحسنات البديعية: جناس، سجع، طباق، مقابلة. ما الذي يتوفر عندي هنا في هذه الجملة؟ ذهب، ذهب. ماذا نسمي هذا المحسن؟ تشابهت الحروف، نسميه جناس، وقد جاء هنا جناس تام. ما سر جمال الجناس؟ ذكرناه سابقا، الإيقاع الموسيقي المؤثر في نفس السامع. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سهلة وواضحة، أتمنى أنكم توصلتم إليها. يعلمون، لا يعلمون. ماذا نسمي هذا المحسن؟ طباق. أي نوع من الطباق؟ سلب. سر جمال الطباق والمقابلة: توكيد المعنى وتوضيحه. المسلم يأخذ بخير الأخلاق ويترك عنه النفاق. توصلتم إلى المحسن البديعي في هذه الجملة؟ المسلم يأخذ بخير الأخلاق ويترك عنه النفاق. الأخلاق، النفاق. الكلمتان وقعتا في عند فواصل الجمل، عند انتهاء الجمل. نسمي هذا المحسن الأخلاق والنفاق، نسميه سجع. سر جمال السجع: الإيقاع، إضافة الإيقاع الموسيقي للتأثير في نفس السامع أو القارئ. نقيم الإجابات.
وبذلك ننتهي من درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي للجميع، وأرجو لهم التوفيق والسداد.